صباح الخير عليكم يا أحلى مشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم إن شاء الله عايزين نعمل هي الطعمية السودانية. باقي الدول التانية بتقول عليها فلافل. جهزنا كل حاجة ويلا نبدأ. إن شاء الله يومكم يكون سعادة وهنا ومنى يا رب. هنا معاي كيلو حق حمص، غسلته شلت منه بس نص كيلو عشان ما عايزة طعمية كتيرة، حسب المقاس اللي انتوا عايزينه، الكمية اللي عايزينها. انا بس شلت نص، غسلته وبليته، ومعاي بصلة واحدة، ومعاي بقدونس، ومعاي 4 فصوص ثوم. بنجي نضعهم في الكبة، واهو هنا ضربناه في الكبة. وهنا ما شاء الله العجينة صارت جاهزة، بنجي نضع فيها ذرة ملح. وهنا معاي كمون مطحون، هكب برضو منه ذرة. وهنا معاي كزبرة برضو مطحونة ناشفة، بجي بضع منها ذرة. وهنا معاي شطة، الشطة اختياري حسب ما انتوا بتحبوا، لو ما بتحبوا الشطة ما تكبوها يعني. وهنا بنجي نعمل ميكس توجادر. وهنا معاي ذرة بتاع الباكنج بودر وكربونات، خلطان سوا. وهنا يلا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا معايا الزيت سخن، ودي معايا قطاعة عشان نرمي الطعمية. بسم الله. وهنا ما شاء الله الطعمية خلاص صارت اللون الذهبي الجميل، بنجي نطلعها. وهنا بنجي نعمل الصوص، بنعمل الطحينة وزبادي، معاي كاب هنا بتاع زبادي، بنضعه في الكبة. ومعي كاب صغير طحينة بنجي نضعه. ومعي 4 فصوص ثوم. وهنا معي نص ليمونة بنجي نعصرها. وهنا بنجي نضع ذرة ملح. وحبة شطة، برضو الشطة اختياري يعني لو بتحبوا الشطة. وهنا معاي كمون مطحون، بنجي نضع منه برضو ذرة.
الكمون بيديها طعم غير شكل ما شاء الله، طعم روعة. بنجي نضربه الخليط بتاعنا، وهنا بسم الله ما شاء الله السفرة صارت جاهزة، الفلافل بالشهي حبايبي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. باي.